السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي الطلبه في درس جديد من دروس الفيزياء 6 فيز 324 للتعليم الثانوي وفيز 806 للتعليم الفني والمهني. عنوان درسنا اليوم هو خصائص الموائع ودائما نبدا الدرس بالاهداف. الهدف الاول وصف كيف تحدث الموائع الضغط الهدف الثاني هو حساب ضغط الغاز والهدف الثالث هو المقارنه بين الغازات والبلازما لنبدا في البدايه بالتذكير بحالات الماده لدينا ثلاث حالات للماده الحاله الاولى هي الحاله الصلبه الحالة الثانية هي الحالة السائلة، والحالة الثالثة هي الحالة الغازية. دائما عندما تتأثر المادة الصلبة بالحرارة تتحول إلى الحالة الثانية اللي هي الحالة السائلة، ثم تتحول إلى الحالة الغازية، ونلاحظ درجات الحرارة وتأثيرها على المادة. أيضا من أهم صفات المادة أن الجزيئات في المادة الصلبة تكون متقاربة بينما في المادة السائلة تكون الجزيئات أكثر تباعد وفي المادة الغازية تكون الجزيئات نلاحظ أن الجزيئات بينها المسافات تكون أكبر ما يمكن في الحالة الغازية. لننتقل إلى الشريحة الأخرى والتي تتكلم عن المائع. المائع هو أي مادة لها خاصيه الجريان والانتشار كالسوائل والغازات طبعا السوائل لها خاصيه الجريان والغازات لها خاصيه الانتشار ولكن السؤال هو لماذا تتميز جزيئات الماده السائله بالجريان وتتميز جزيئات الماده الغازيه بالانتشار نلاحظ من الرسم ان الماده السائله تكون المسافات بين الجزيئات اكثر تباعدا من الماده الصلبه لذلك تكون اقل استقرار ايضا بالنسبه الى الماده الغازيه تكون الجزيئات متباعده اكثر وتكون اقل استقرار لذلك تنتشر وتتمدد اما الان فننتقل الى النقطة الثانية وهي الضغط نتذكر سابقا أننا أخذنا قانون الضغط وهو أن الضغط هو القوة المؤثرة على وحدة المساحات لاحظ معي القانون B تساوي F على A ال اختصار إلى البرشر لهو الضغط وال هي القوة المؤثرة وال هي المساحة. يقاس الضغط بوحدة الباسكال او التي تكافئ من القانون، نعرف ان القوة بالنيوتن والمساحة بالمتر المربع، لذلك نستطيع ان نقول ان الباسكال يكافئ واحد نيوتن لكل متر مربع. لكن سؤالنا ما هي العلاقة بين الضغط والمساحة؟ هل هي علاقة طردية أم عكسية؟ نلاحظ من القانون ان هناك علاقه عكسيه بين الضغط والمساحه وعلاقه طرديه بين الضغط والقوه. في احد الاسئله المهمه فسر او علل يستطيع الجمل السير على الرمال في الصحراء بينما تغوص حوافر الحصان بالرغم من ان وزن الجمل اكبر، نستطيع ربط السؤال بموضوع الضغط، كيف نربط هذا السؤال بموضوع الضغط؟ نعلم ان خف الجمل يكون ذات مساحه كبيره، لذلك عندما يكون خف الجمل بمساحه كبيره، سيكون الضغط اصغر او اقل، بينما حوافر الحصان ذات مساحه صغيره، لذلك سيكون الضغط اكبر، اذا الضغط يقل بزياده المساحه، فيؤثر الجمل على الرمال بضغط اقل لزياده مساحه خف الجمل بينما يؤثر الحصان بضغط اكبر لصغر مساحه حوافره نستطيع الان ان نربط الضغط في حالتين الحاله الاولى هي المواد الصلبه والسائله مع الضغط والحاله الثانيه هي المواد الغازيه والضغط فلنتحدث في البدايه عن المواد الصلبه والسائله والضغط هناك سؤال مهم هو كيف يمكن الوقوف على السطح الصلب بينما تغوص الاجسام في السوائل نلاحظ من الصوره ان الاجسام تغوص في السوائل السبب هو يتعلق بموضوع الجزيئات حيث ان جزيئات المواد الصلبه أو جزيئات الصلب تكون القوة بينها كبيرة جدا وتمنعها من الإنزلاق فوق بعضها، بينما جزيئات السوائل تكون أضعف والقوة قوة الترابط بينها أقل لذلك تكون قابلة للإنزلاق فوق بعضها. ولكن ماذا عن الغازات؟ لنتكلم عن الغازات والضغط. لنستطيع فهم موضوع الضغط وتاثير الغازات يجب ان نتكلم في البدايه عن النظريه الحركيه الجزيئيه للغازات، لنتكلم عن اهم بنود هذه النظريه. البند الاول للنظريه ان جميع دقائق ان جميع الغازات تتكون من دقائق صغيره. هذه الدقائق مثل ما نلاحظ في الصوره تكون في حركه عشوائيه مستمره، هذه الحركه العشوائيه تؤثر على الجدار الذي وضع فيه هذا الغاز، لذلك تسبب هذه الدقائق ضغط كبير على هذا الجدار، اذا هذه هي النقطه الاولى والبند الاول في اللي هو النظريه الجزيئيه للغازات، ايضا النقطه الثانيه معظم حجم الغازات فراغ والنقطة الثالثة أن جميع تصادمات الدقائق التي تصطدم بالجدار هي تصادمات مرنة ما معنى تصادمات مرنة؟ معنى تصادمات مرنة أي أن الطاقة تكون محفوظة أي أن الطاقة الحركية تكون ثابتة لا نخسر طاقة أثناء التصادمات البند الأخير والمهم في النظريه الجزيئيه للغازات هو ان درجه الحراره كلما زادت يزداد الطاقه او تزداد الطاقه الحركيه للغازات لاحظ معي عزيزي الطالب في المثال او في الرسم الاول نلاحظ ان درجه الحراره هي خمس درجات سيليزيه في الرسم الثاني عشرين درجه سيليزيه وفي الرسم الثالث وصلت درجة الحرارة 40 درجة سيليزية، إذا نلاحظ كلما زادت درجة الحرارة نلاحظ أن الحركة تكون أكبر، أن المسافة تكون التمددات أكبر، لذلك أن الطاقة الحركية تكون أكبر مع زيادة درجة الحرارة. ننتقل مع بعض. الى احد التطبيقات المهمه لضغط الغاز هو ضغط الغلاف الجوي ما هو ضغط الغلاف الجوي ضغط الغلاف الجوي هو القوه المؤثره بواسطه وزن عمود الغلاف على وحده المساحات وطبعا يختلف ضغط الغلاف الجوي من كوكب الى كوكب اخر نستطيع ان نقول ان الضغط الجوي ل الغلاف الارضي يساوي 10 نيوتن لكل سنتيمتر مربع او يساوي واحد في 10 اس خمسه نيوتن لكل متر مربع وهذا يطرح سؤال مهم اننا عندما نكون في ارتفاع شاهق نرتفع ارتفاع شاهق سواء في مبنى او في الطائره نشعر بألم كبير في الاذن لو قال لي علل نستطيع ربط الاجابه مع ضغط الغلاف الجوي والتغير في الضغط الجوي. اذا يحدث ذلك نتيجه تغيرات الضغط. حيث انه عندما نرتفع لاعلى يقل الضغط الجوي خارج طبلة الاذن ولكن داخل الاذن يصبح الضغط الداخلي اكبر فنشعر بالالم. اذا سبب شعورنا بالالم اثناء الارتفاع هو التغيرات في الضغط الجوي لنطبق مع بعض عزيزي الطالب بعض الاسئله التي التي تخص الضغط طبعا يفضل ان يكون معك قلم وورقه واله حاسبه لكي تستطيع ان تجيب على الاسئله دائما نبدا باستخراج المعطيات ثم التعويض في القانون نبدا في السؤال الاول جلس ولد وزنه ثلاثمئه واربعه هذه المعلومه الاولى الوزن بالاضافه الى كرسي وزنه واحد واربعين اذا جلس ولد على كرسي وزن الكرسي واحد واربعين ووزن الولد ثلاثمئه واربعه وستين ثلاثي الارجل ننتبه الى ان التاثير على السطح تأثير الكرسي بثلاث أرجل بحيث تلامس الأرجل الثلاثة سطح الأرض بمساحة مقدارها 19.3 سنتيمتر مربع، ونلاحظ أن الوحدة سنتيمتر مربع ليست وحدة أساسية، يجب أن نحول هذه الوحدة إلى الوحدات الأساسية، دائما نركز قبل الإجابة على أي سؤال على أن تكون الوحدات هي الوحدات الأساسية في حل المسائل. إذا المعلومة الأولى اللي موجودة عندنا أن القوة المؤثرة هي 364 اللي هو الوزن الولد مع وزن الكرسي اللي هو 41، هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية اللي هي المساحة تساوي 19.3 سنتيمتر مربع يجب ان تحول الى متر مربع عن طريق ضرب نضرب الجواب اللي هو الرقم في 10 اس سالب أربعة اذا هذا التحويل مهم خلي في بالنا هذا التحويل تعال خلنا نشوف شنو القانون الخطوه الاولى دائما نكتب القانون 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 B تساوي F على A. الضغط يساوي القوة على المساحة ثم نعوض بالمعطيات القوة نلاحظ أن القوة هي مجموع وزن الكرسي ووزن الولد ونلاحظ أيضا الملاحظة الثانية أن المساحة يجب أن تضرب في عشرة أس سالب أربعة للتحويل من سنتيمتر مربع إلى متر مربع نقطة ثانية او السؤال الثاني كيف يتغير الضغط عندما يميل الولد وتلامس رجلان فقط من ارجل الكرسي وليس ثلاث ارجل الارض؟ طبعا القانون لن يتغير الضغط هو بي تساوي اف على اي، ولكن الذي سيتغير هي المساحه التي ستتغير، بدل ما يكون عندي ثلاث ارجل سيكون عندي رجلين، لاحظ ان مساحه ثلاث ارجل 19.3، هذه مساحة ثلاث أرجل، نستطيع إيجاد مساحة رجل واحدة، أوكي. ثم نضرب هذه المساحة في اثنين لإيجاد مساحة الرجلين، وسنحصل على مساحة الرجلين، إذاً لإيجاد الضغط في الخطوة الأولى نكتب القانون، القوة اف على المساحة، لكن المساحة 12.9 من وين حصلنا عليها؟ 12.9 حصلنا عليها هي مساحة فقط رجلين، مساحة رجلين فقط، شلون نوصل إلى مساحة الرجلين؟ عن طريق قسمة اللي هو الـ A تساوي 19.3 مساحة ثلاث أرجل، أقدر أطلع مساحة الرجل الواحدة وأضربها في اثنين، بوصل إلى الجواب اللي هو 12.9. اذا بنطبق القانون وبنوصل الى الحل اذا هذا سؤال تطبيق على الضغط اما الان فننتقل الى قوانين الغازات والمعادلات المهمة في هذه القوانين القانون الأول هو قانون بويل ويربط بين حجم الغاز V مع الضغط حيث ينص على أن حجم الغاز يتناسب عكسيا مع الضغط كلما زاد الضغط يقل حجم الغاز مع ثبوت درجة الحرارة قانون الثاني وهو قانون شارل يربط بين حجم الغاز ودرجة الحرارة حيث كلما زادت درجة الحرارة يزداد حجم الغاز ويتمدد إذا هناك علاقة طردية ينص القانون على ان حجم عينه محدده من الغاز يتناسب طرديا مع درجه الحراره عند ثبوت الضغط. اذا هناك ملاحظه مهمه انه عندما تنخفض درجه الحراره ايضا سيقل الحجم. هناك نقطه مهمه بالنسبه الى قانون شارل حيث نص القانون على ان هناك علاقه طرديه بين الضغط وبين درجه الحراره وحجم الغاز. اذا كلما انخفضت درجه الحراره سينخفض الحجم ولكن عند وصول درجه الحراره الى سالب 273 فان حجم الغاز سيصبح صفر وسميت هذه الدرجه بالصفر المطلق. ايضا تم دمج قانون بويل وقانون شارل ووصل الى القانون العام للغازات الذي يدمج بين الضغط والحجم ودرجه الحراره حيث ينص على ان حاصل ضرب ضغط الغاز في حجمه مقسوم على درجه الحراره بوحده الكلفن سيساوي قيمه ثابته وهذا هو القانون العام للغازات وسنطبق عليه بعد هذه الشريحه مباشره مجموعه من الاسئله لذلك عزيز الطالب عليك بالاستعداد لحل المسائل التي سنطبقها على قانون العام للغازات القانون الاخر ايضا الذي سنطبق عليه مسائل وهو قانون الغاز المثالي الذي ينص على ان الحجم مضروب في الضغط مضروب في الحجم يساوي عدد الجزيئات او المولات مضروبه في ثابت ومضروبه في درجه حراره الجسم بالغاز اللي هو بالكلفن، اذا هذين القانونين سنطبق عليهم مسائل ان شاء الله بعد قليل، طبعا ثابت ار مقداره 8.31 باسكال في متر تكعيب على مول في كلفن. لنبدا في حل المسائل إذن سنبدأ عزيزي الطالب في حل السؤال ولكن في البداية لديك 30 ثانية لمحاولة الإجابة على السؤال من خلال وضع القانون والتعويض الصحيح إذا الخطوة الأولى كما تعودنا أنه يجب استخراج المعطيات من السؤال نلاحظ أن المعطى الأول وهو الحجم 20 لتر V1 ودرجة حرارة هذه العينة من الغاز تساوي 273 عند ضغط جوي يساوي 101 كيلو باسكال اذا هذه المعطيات الثلاث اللي موجوده عندي اذا انخفضت درجه حراره العينه حتى وصلت تي2 120 كلفن وازداد الضغط الى 145 كيلو باسكال اذا اصبح الضغط 145 احسب حجم الحجم الجديد لعينه غاز الارجون في2 تساوي كم إذا دائما أول خطوة نستخرج المعطيات من السؤال لأن استخراج المعطيات سيسهل حل المسألة إذا الخطوة الأولى نستخدم القانون العام للغازات B1 V1 على T1 تساوي V2 في V2 على T2 الخطوة الثانية هي التعويض في القانون عن المعطيات ثم استخراج الناتج، والاجابه يجب ان تكون 6.1 لتر. طبعا يمكن بعض الطلاب يسال لماذا لم يتم تحويل الكيلو باسكال موجود عندي بالكيلو واحنا يجب ان نستخدم الوحدات الاساسيه، لان لو ضربنا ال اللي هو 101 في 10 اس ثلاثه للتحويل ايضا سنضرب ال 145 في 10 الثلاثة لذلك لن يؤثر على الحل اذا هذا القسم الاول ايجاد حجم الغاز بعد تغير الضغط او تغير درجه الحراره سينتج حجم جديد للغاز ايضا نواصل على الحل السؤال احسب عدد المولات احسب ان ان تساوي كم طبعا عدد المولات موجود في قانون الغاز المثالي. شنو القانون اللي مر علينا؟ بي في تساوي ان ار تي المجهول هو ان. طبعا الحجم موجود عندنا هو 101.3 كيلو باسكال لازم نضربه في 10 اس 3 للتحويل. ايضا تي 1 موجوده عندنا 273 كلفن. وأخيرا والنقطة المهمة أن في قانون الغاز المثالي يجب أن يكون الحجم بوحدة المتر المكعب لذلك يجب التحويل من لتر إلى متر مكعب كيف نحول من لتر إلى متر مكعب؟ يجب أن نقسم على عشرة أس ثلاثة إذا لدينا عزيز الطالب الحجم اللي موجود عندنا اللي هو 20 لتر يجب أن تقسم على عشرة أس فنحصل على الحجم الجديد اللي هو 0.02 متر مكعب إذا في البداية قبل أن أحل المسألة لازم أتأكد أن الضغط بالباسكال والحجم بالمتر المكعب وأوجد الإجابة من خلال التعويض إذا دعونا نعوض في السؤال ونصل إلى الحل إذا بالتعويض في السؤال البي موجود عندنا مئة واحد ولكن ضربنا في عشرة أس للتحويل من كيلو باسكال إلى باسكال اثنين استخدمنا الحجم بعد أن قسمنا عشرين على عشرة أس ثلاثة وثابت آر ضربناه في درجه الحراره الآن نحول الضرب الى قسمه ونوصل الى عدد المولات في عينه الغاز. أه سنتكلم الآن عن التمدد الحراري. التمدد الحراري يمكن ان نفهمه من خلال انه عندما تزداد درجه الحراره المؤثره على المواد السائله او الغازيه او المواد الصلبه فان الجزيئات ستزداد حركتها ستزداد طاقتها الحركيه لذلك بعد زياده طاقتها الحركيه ستصبح المسافه بين هذه الجزيئات اكبر لذلك ستتمدد وستكون الكثافه اقل وهذه الخاصيه تسمى التمدد الحراري اذن كلما ارتفعت درجه الحراره تسخن الماده وبذلك تصبح اقل كثافه وتتمدد لتملا حيز اكبر من الفراغ لاحظ معي هذه الصوره نلاحظ ان الجليد في الاعلى والماء في الاسفل هذا يجعلنا نسال سؤال مهم لماذا يطفو الجليد على الماء مع ان الجليد اكثر كثافه من الماء لكن لوحظ ان الماء يتقلص عند درجه حراره من صفر الى اربعه بدلا من التمدد بسبب تزايد قوة الترابط بين الجزيئات وعندما يتقلص تصبح الكثافة اكبر للماء وبذلك يطفو الجليد فوق الماء وننتقل إلى جزء اخر من الدرس وهو يتعلق أيضا بانواع وحالات المادة الجزء الثاني هو البلازما البلازما هي حالة أخرى من حالات الماده وهي حاله شبيهه بالحاله الغازيه للالكترونات، حيث عند زياده درجه الحراره وتسخين الغاز الى درجه حراره كبيره، ستصبح التصادمات بشكل اكبر وتزداد الطاقه الحركيه، وبذلك يمكن ان تنتزع الالكترونات بسبب هذه التصادمات ويؤدي ذلك الى انتاج ايونات موجبه جديده وفي هذه الحاله سنحصل على البلازما اذا البلازما حاله اخرى من حالات الماده نحصل عليها عند تسخين الماده الغازيه بشكل كبير هل هناك تطبيقات للبلازما نعم هناك امثله من على المواد في حاله البلازما لدينا اربع امثله مهمه الحاله الاولى او المثال الاول هي الصواعق المضيئه، اثنين اشارات النيون، ثلاثه المصابيح الكهربائيه المتوهجه، واخيرا مصابيح غاز الصوديوم. اتمنى لكم اعزائي الطلاب ان تستفيدوا من الدرس ويمكنكم تقييم انفسكم بمسح رمز الاستجابه الكيو ار اللي موجود عندكم واتمنى لكم التوفيق.